ازيكم يا شباب؟ يلا هنبدأ نراجع كده حاجات من نظري تباعا كده بناء على رغباتكم، بناء على طلباتكم. انتوا طلبتوا طبعا السمباثيتك والبارا سمباثيتك، وهما من الطف الدروس اللي عندكم في المنهج بصراحة. يعني دول بحس اللي فيهم طب بالنسبة اللي انت بتاخده كجنرال كميتابوليزم، الحاجات دي مش هستفيد بيها قوي يعني، تمام. لكن نيرف واوتونوميك دول اللي هتحتاجهم جدا، خصوصا السنة الجاية في اول ترم هتاخد حاجة اسمها سينس، تمام، موديول كامل بيتكلم عن النيرفات. فدي من ألطف الدروس ومن أهم الدروس، ويهمني أوي تبقى عارفها بشكل كبير. خلينا الأول نتكلم شوية كلام جنرال، بس لازم تبقى فاهمه. ده حضرتك مين؟ ده حضرتك السباينال كورد بتاعك، حلو. والسباينال كورد فيه سيرفايكال بارت وثوراسيك وفيه لامبر بارت وساكرال اند كوكسيجيال، حلو كده. حضرتك قالك ان السمباثيتك تقسيمته بالنسبه للسباينال كورد هو سوراكو لامبر، يعني السمباثيتك ما بيطلعش غير من الثوراسيك سيجمنتس واللامبر سيجمنتس، من ال 12 دول ومن الخمسه دول بيطلع السمباثيتك. فتقسيمه السمباثيتك اناتوميكالي هو سوراكو لامبر، الكلام ده مش جديد، تمام. طيب يهمني برضه افكرك بحاجات في الجانجليون. في نوعين من الجانجليون اللي السمباثيتك بيعمل فيها ريلي، نوع اسمه اللاترال جانجليون او اللي هي بارا فيرتبرال، تمام كده، واللي بحب انا اسميها اكتر سمباثيتك تشين، بحب الاسم ده اكتر لانها فعلا عامله زي السلسله وخاصه بالسمباثيتك بس، جنب مين على طول؟ جنب السبانال كورد على طول. والسمباثيتك تشين انت عارف ان في تقسيمه منها سيرفايكال جانجليون، تمام، اللي هما كام؟ السيرفايكال 3، سوبيريور سيرفايكال صح كده، وانترميديت او ميدل، وانفيريور سيرفايكال، تمام كده. طيب وبعد كده عندي الثوراسيك سيجمنت او ثوراسيك جانجليا اللي هم من 10 ل 12 بير، واللامبر اللي هم 4 بير، وبعد كده في الساكرال 4 بير برضو، وكوكسيجيال، حلو كده. حلو، انا مش هرسم كله طبعا، انا بس بوضح لك ان السمباثيتك بيخرج منين؟ من السباينال كورد، عشان ده هسميه حاجه اسمها اوريجين. يعني لما اجي اتكلم على اوريجين بتاع اي حاجه، مكان خروجه من السباينال كورد ده الاوريجين. هيعمل ريلي فين؟ في حاجه من دول، يبقى دول الريلي، وبعد كده يروح يعمل وظيفه معينه. حضرتك عارف ان السباينال كورد الجميل ده بيطلع منه حاجه اسمها برافو بري جانجليونيك، يعمل ريلي في الجانجليون ويخرج منها بوست جانجليونيك، وده اللي هيروح للاورجان عشان يعمل الفانكشن بتاعته، الوظيفه بتاعته، حلو كده. طيب في نوع تاني من الجانجليون السمباثيتك بيعمل فيها ريلي، النوع ده موجود جنب برانشات الاورطة، فبسميه كولاترال، ده كان اسمه لاترال، جنب مين على طول؟ جنب السبانال كورد على طول، جنب الفيرتبرال كولوم. لكن دي بسميها كولاترال. كولاترال لمين؟ كولاترال يعني مصاحبه. مصاحبه لمين؟ قال لك مصاحبه لبرانشات الاورطة. الاورطة يا ولاد في الابدومن بيدي شويه برانشات كده، منهم السوبيريور ميزنتريك والانفيريور ميزنتريك والرينال رايح للكدني والسيلياك، حلو كده. دي برانشات الاورطة بيديها وهو ماشي في الابدومن، تمام. فلقينا حوالين البرانشات دي في جانجلون اللي بالاخضر دي، فسميناها كولاترال جانجلون، وسميناها على اسم البرانش، يعني سوبيريور ميزنتريك ارتري، يبقى الجانجلون بتاعته سوبيريور ميزنتريك جانجلون. الانفيريور ميزنتريك ارتري هسمي الجانجلون بتاعها، انا كاتب جنبها اكس اهي، الجانجلون بتاعتها هسميها هايبوجاستريك جانجلون. يبقى ده الاستثناء الوحيد، اسمها ايه؟ هايبوجاستريك. بس تعرف ان في الحيوانات الجانجلون اللي ماشيه مع الانفيريور ميزنتريك ارتري بسميها انفيريور ميزنتريك جانجلون عادي خالص. يبقى حضرتك احنا بني ادمين، احنا دكاتره بني ادمين مش طب بيطري. احنا الجانجلون اللي ماشي مع الانفيريور ميزنتريك هسميها ايه؟ قولا واحدا هايبوجاستريك، خلصنا. مع الرينال في رينال، مع السيلياك في سيلياك، تمام. دي بسميها كولاترال. الكولاترال مين اللي بيعمل فيها ريلي؟ سمباثيتك ولا بارا؟ قال لك سمباثيتك اند سامبارا. عارف السامبارا دي؟ يقصد بيها الهايبوجاستريك، لان البلفيك نيرف في البارا سمباثيتك بيعمل ريلي في الايه؟ في الهايبوجاستريك دي، اوكي. طيب خلينا دلوقتي احنا بنتكلم سمباثيتك، خلينا نركز في السمباثيتك. انا بس بكلمك على شويه حاجات لازم تبقى فاكرها. سمباثيتك سوراكو لامبر بيعمل ريلي فين؟ في السمباثيتك تشين او في الكولاترال جانجليون، الاثنين بتوع عادي على حسب هو رايح فين، تمام. طيب اول حاجه هنبدا بيها هي سمباثيتك تو هيد اند نيك، سمباثيتك في وشك ورقبتك، تمام، في راسك يعني ورقبتك، سمباثيتك تو هيد ونك. وسمباثيتك تو اي حاجه لازم تكلمني على ثلاث عناوين يا معلم، عنوان اسمه اوريجين، عنوان اسمه ريلي، عنوان اسمه فانكشن. سمباثيتك تو ابدومن، عنوان اوريجين ريلي فانكشن. طب للثوركس، اوريجين ريلي فانكشن، لازم تقول لي طالع منين، عمل ريلي فين، وظيفته ايه،
تمام، طالع منين وعمل ايه او عمل ريلي فين، دي لازم تركز فيها بشكل كبير. طالع منين السمباثيك ليه الهيد والنك يا ولاد؟ بيطلع من اول تو ثوراسيك سيجمنت. سمباثيك للهيد والنك بيطلع من اول تو ثوراسيك سيجمنت، واحد واثنين، طلع من هنا السمباثيك تو الهيد والنك. هيعملوا ريلي فين يا ولاد؟ الهيد والنك فوق. هو طالع منين؟ من ثوراسيك سيجمنت، عايز يروح للهيد والنك فوق، يبقى يعمل ريلي قدامه ولا يطلع يعمل ريلي في اعلى حاجه عشان يروح للهيد والنك؟ يعمل ريلي في اعلى حاجه صح، هيطلع يعمل ريلي في السوبيريور سيرفايكال سمباثيك جانجليون، وبعد كده يطلع البوست جانجليونيك يروح للهيد والنك. يبقى الاوريجين بتاعك اول تو ثوراسيك سيجمنت، اول اتنين ثوراسيك سيجمنت، هيروح يعمل ريلي فين؟ في اعلى حاجه عشان يروح لاعلى حاجه اللي هي الهيد والنك. يبقى هيعمل ريلي في السوبيريور سيرفايكال جانجليون ويروح للهيد والنك. كده عرفت اوريجين، عرفت ريلي، باقي تعرف مين الوظيفه الفانكشن بتاع السمباثيك للهيد والنك. لذيذه خالص. يهمنا اقول لك طبعا ابر تو ثوراسيك بيعمل ريلي فين؟ في سوبيريور سيرفايكال جانجليون. تمام، الفانكشن 3 في العين و3 في السكن وساليفري جلاند. خليني اكتب الساليفري لوحدها بلون مختلف لان دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تحفظها يعني، لكن الباقي هتبقى سكيمات وهسهل لك الدنيا جدا. سالفري، بصوا يا ولاد، حاجه مميزه في الوش ورقبتك هي سالفري جلاند، الغدد اللعابيه. تمام، لكن السكين ما موجود في اي حته، العين برضو مميزه. ماشي، يبقى السكيمه بتاعتي 3 في الاي 3 في السكين سالفري جلاند. وضح لي. حاضر هوضح لك. بص يا سيدي، العين حضرتك دي عينك اهي الجميله اهي، في اي ليدز، في الجفون بتاعت عينيك. السمباثيك يا ولاد يهمني برضو تعرف الحته دي، ان السمباثيك بنسميه السيستم اوف 3F. سمباثيك الاجانب بيسموه ايه؟ سيستم اوف 3F. ده السيستم بتاع الفرايت، الخوف. حلو، وعلى حسب الخوف، هل انت خايف من شخص ضخم؟ مثال اللي كنت بحب اقوله دايما، والشخص الضخم طبعا انت للاسف، للاسف يعني اسيف انك مش لوحدك، انك ماشي معاك مين؟ خطيبتك في الشارع. فما ينفعش لما واحد زي ده يعكسها هتسكت له ليه؟ طبعا في العادي لو رخم عليك انت عادي هتسيبه، يعني اللي انت عايزه يا باشا اعمله، لكن انت قدام خطيبتك وبتاع ما ينفعش يبقى شكلك وحش يعني. ففي الحاله دي انت خايف طبعا، انت قدام ده لازم تخاف يعني. ماشي، ففي فرايت، لكن في الحاله دي انت هتختار في الموقف ده، هتختار انك تفايت غصب عن يعني غصب عن عينك. تمام، هتفايت. طيب في حاله انك مش قدام شخص ده طبعا هتتضرب وهتتمرمغ وهتعمل يحصل كل فيك حاجه حلوه يعني. طيب انت للاسف في موقف تاني و الحمد لله مش معاك خطيبتك ولا حاجه، ولو معاك المره دي هسيبها عادي، انت مش هتعمل لها حاجه المره دي، واللي قدامك ده حضرتك او اللي بيجري وراك ده اسد لايون. في الحاله دي انت في حاله فرايت، بس هتختار انك تفايت، هتحارب اسد، ولا فلايت تجري وتطير وتاخد ديلك في سنانك؟ هات فلايت طبعا. فالاجانب بيقول لك السمباثيك نسهل حفظه ازاي، يعني ازاي اتوقع الايفكت بتاعه؟ قال لك والله حط نفسك في الثري سيتويشنز دول، حط نفسك في الثلاث مواقف دول وشوف انت محتاج ايه من جسمك، السمباثيك هيعمله لك. مش فاهم، تعال نجرب، تعال نجرب. بالنسبه للعين، بالنسبه لي العين فيها جفون وفيها بيوبل اللي هو البؤبؤ انسان العين صح كده، وعضله كمان بتعمل بروز للعين هقولها كمان شويه، بس دي يعني موجوده اكتر في الحيوانات مش عندنا قوي يعني. اوكي، طيب حضرتك مستني ايه في موقف زي الخوف، زي الفزع، زي الخناقه، وممكن تهرب برضه عادي، والهروب من الاسد وانت بتجري في الغابه، محتاج تشوف اكبر مجال الرؤيه ولا تضيق مجال الرؤيه بتاعك؟ محتاج تشوف اكبر مجال رؤيه عشان تعرف تهرب صح كده؟ صح، يبقى محتاج البيوبل ده يوسع ولا يضيق؟ يوسع. يوسع دي يعني بيعمل بيوبيلاري دايلاتيشن. بيعمل ايه؟ بيوبيلاري دايلاتيشن. طب احنا كبار، احنا في طب، احنا ما عدناش صغيرين يا اولاد، فانا عايزك تعرف المصطلح ده ميدرييزس. اسمه ايه؟ ميدرييزس. ان البؤبؤ ده يوسع عشان يوسع مجال الرؤيه، هيدخل طبعا اشعه اكتر فتشوف مجال رؤيه اكبر عشان تعرف تهرب. يبقى ده اسمه بيبولار دايلاتيشن او ميدرييزس، دي اول حاجه في العين. حلو، طيب حضرتك الجفن بتاعك ده يتشد ويوسع كده ويتظبط ها، ولا يرخ ويقفل لك عينيك؟ انت عايز تهرب، يبقى برضو الجفن ده يتشد، يحصل حاجه اسمها ليد ريتراكشن. يحصل حاجه اسمها ايه؟ ليد ريتراكشن، ان الليدز الجفون بتاعتك دي تتشد وتوسع كده. حلو كده،
اذا احنا توقعنا ده. بص بقى، في الحيوانات بيحصل حاجه جميله قوي، حاجه اسمها، طبعا بتحصل في البني ادمين بس في امراض معينه، لكن نورمال ما بيحصلش ده، حاجه اسمها اكزوفثالموس اللي هو جحوظ العين، تمام؟ ده طبعا افكت حلو عند الحيوانات اكتر، لان لما العين بتبوظ عند الحيوانات ما شاء الله بيشوفوا مجال رؤيه يصل ل 180 واكتر، كمان 180 درجه، زي الارانب مثلا، الارانب بيشوف مجال رؤيه كبير جدا ما شاء الله يعني، ماشي؟ فجحوظ العين ده بيساعدهم، في الحيوانات بيبان اكتر، لكن عند البني ادمين بيظهر الاكزوثالموس ده في امراض معينه زي السيروتوكسيكوزيس، ماشي؟ الناس اللي عندها الغده الدرقيه متضخمه وبتطلع هرمون سيروكسين كتير، يعمل لي يعمل لي الاكزوثالموس ده، تمام؟ بس ما علينا، ما علينا، السمبثاتيك بيعمل اكزوثالموس بس خفيف، مش بالشكل اللي انت شايفه ده، بس انا حبيت اجيب لك صوره اكساجريتد شويه عشان ايه، توضح لك الصوره. طب مين المسؤول عن المنظر ده؟ مين العضله اللي بتعمل لي اكزوثالموس؟ قال لك عضله جميله خالص اسمها مولرز ماسل. اسمها ايه؟ مولرز ماسل. طبعا ما تنسوش مولر، انتوا عارفين مولر اغلبكم يعني، ميلز بالذات اكيد عارفين مولر. فالعضله اللي بتعمل لي اكزوثالموس اسمها مولر ماسل. كلام جميل. يبقى العين هيحصل فيها 3 حاجات عرفناهم، هيحصل فيها بيوبيلاري دايلاتيشن. طب مين اللي هيعمل لك بيوبيلاري دايلاتيشن؟ عضله باسمها، اسمها دايليتور بيوبيلاري ماسل. يا سلام، بس كده؟ والله الموضوع بسيط خالص. عضله بتعمل بيوبيلاري دايلاتيشن، بتوسع البؤبؤ، يبقى اسمها دايليتور بيوبيلاري ماسل. طيب مين اللي هيعمل لي ليد ريتراكشن؟ قال لك في عضله بتشد لفوق وعضله بتشد لتحت، كل واحده فيهم اسمها تارزال ماسل. اسمها ايه؟ تارزال ماسل. فانا عندي سوبيريور تارزال ماسل وانفيريور تارزال ماسل. حلو كده؟ تمام. طبعا دول لو اتشلوا هتلاقي الجفون بتاعت عينيك بقت تقفل على عينيك، مش عارف تفتح وتشد جفونك كده كويس. حلو؟ طيب تالت حاجه بتحصل في العين الا وهي الاكزوفثالموس، وقلنا العضله المسؤوله عنها اسمها مولرز ماسل. مولرز ماسل. طب ده 3 حاجات اللي بيحصلوا في العين. في السكين، الجلد بتاعك اللي في الوش، السكين يا ولاد فيه 3 حاجات، ما فيهمش رابع. اي سكين في الدنيا، اي سكين في الجسم، ما فيهوش غير 3 حاجات. في بلاد فيزل، تمام؟ في عضلات اسمها اريكتور بيلي ماسل، وبرده دي بتبقى شغاله اكتر في الحيوانات يا ولاد، هوريها لكم دلوقتي. ماشي؟ كل حاجه في الحيوانات، امال احنا جايين ناخد ايه؟ يبقى بلاد فيزل واريكتور بيلي ماسل، وكمان في سويت جلاند. سويت جلاند. يبقى السكن بتاعك في ايه؟ في بلاد فيزل، صح؟ في سويت جلاند، غدد عرقيه بتعمل عرق يعني، ماشي؟ وفي اريكتور بيلي ماسل، والاريكتور بيلي ماسل دي اللي مسؤوله عن الهير اريكشن، بتعمل حاجه اسمها هير اريكشن، انتصاب الشعر، بس مش فيك والله، بيبان اكتر في مين برضه؟ في الحيوانات وبالذات الانفز. عارفين حيوان الانفز؟ ماشي؟ ده لما بيتزنق ويخاف في حاله فرايت او فايت او فلايت، تلاقي شعره ربنا مديله الميكانيزم ده عشان يدافع عن نفسه، تلاقي شعره وقف بالشكل اللي انت شايفه ده، فقال يعني كده بيكبر حجمه، وقال يعني كده اللي بيهاجمه هيخاف. اوكي؟ فده ايه؟ بروتكتيف ميكانيزم او ديفنس ميكانيزم بالنسبه للحيوانات، الهير اريكشن. برده موجود في القطط، القطط لما بتخاف، لما كلب يزنقها ولا حاجه وتخاف وتعمل الصوت بتاعها ده، تلاقي شعرها وقف على طول. تمام؟ طيب ده برده من حالات الخوف، كميكانيزم برده سيماستيك بيساعدها. يبقى في السكين قلنا اريكتور بيري ماسل دي اللي اريكتور يعني انتصاب، يعني بتعمل انتصاب، بتعمل اريكشن، ماشي؟ وبيلي ماسل دي بتاعت الشعر. طيب البلاد فيزل السمباثيك، قاعده السمباثيك بيعمل ايه في البلاد فيزل؟ بيعمل فازو كونستريكشن في اي بلاد فيزل، اي بلاد فيزل ما عدا الاستثناء بتاعك حاجتين مالهمش تالت، الكورونارز والسكيليتال بلاد فيزل. يا ولاد انت في حاله انك عايز تهرب، محتاج الدم يروح للمعده يهضم، مش وقتك. طب يروح للكدني ينزل يورين، مش وقتك، صح كده؟ انت محتاج الدم يروح لحاجتين معينين بس، مالهمش تالت، او ليهم تالت بس مش عليك دلوقتي يعني. يروح لمين؟ يروح لقلب وعضلات. يروح لمين؟ لقلب وعضلات. فالاتنين دول بس اللي هيحصل فيهم فازو دايلاتيشن، يبقى دول الاستثناء. يبقى بيعمل فازو كونستريكشن في اي بلاد فيزل، الاستثناء بتاعك الوحيد اللي بيعمل، او الاثنين اللي بيعملوا فيهم فازو دايلاتيشن، هي الكورونريز والسكيليتال بلاد فيزل، بيعمل فيهم فازو دايلاتيشن عشان يودي دم لقلبك ولعضلاتك، لان ده اللي انت محتاجه، قلبك يشد معاك كده ويشتغل معاك زي الفل عشان يديك بلاد سبلاي كويس، وعضلاتك عشان تعرف تجري وتهرب او تضرب او تضرب يعني ايا كان يعني. اوكي؟ لكن اي بلاد فيزل بعد كده مش محتاج دلوقتي، مش محتاج الدم يروح دلوقتي، ده هم 5 لتر مش كتير يعني، ماشي؟ فوفرهم، وفرهم الاماكن اللي انت محتاجهم. يبقى البلاد فيزل هيعمل فيها ايه؟ فازو كونستريكشن. اوكي؟ طيب وبعد كده السويت جلاند السمباثيك بيزود السويتنج. انت دلوقتي بتعمل مجهود، بتتخانق او بتهرب او خايف، درجه حرارتك بتعلى، واحنا عارفين ان التمبريتشر من الحاجات اللي ما ينفعش تتغير، وفي فيدباك ميكانيزم وبتاع،
التمبريتشر بتاعي عالي وبجري وببذل مجهود، يبقى محتاج اتخلص من الحراره بتاعتي. طب انا هفقد عن طريق الراديشن والكوندكشن والكونفكشن، مش كفايه ايه اللي يساعدني بعد كده ان انا افقد حراره بكميات كبيره واتخلص من حراره زياده في جسمي؟ بالظبط السويتنج. فالسمباثيتك بيعمل ايه في السويت جلاند؟ بيزود السويت سكريشن، يخليك تحرق عشان تخلص حراره زياده. تمام، يبقى ثلاثه في الاي، ثلاثة في السكن. ونيجي للسليفري جلاند اللي في وشك. سليفري جلاند اللي هي الغدد اللعابية، سليفري جلاندز. السليفري جلاندز اللي كان موجود في درس حاجة اسمها مود اوف اوتونوميك اكشن، فاكرين الدرس ده؟ المود اوف اوتونوميك اكشن اللي كان بيقول لك في ريسيبروكال وفي انتاجونيستك ومش عارف ايه وسيم اكشن، كانت من الحاجات اللي بيعمل سيم اكشن سيمباثيتك وبارا سيمباثيتك، يعني من الاورجنز اللي بيشتغل عليها سيمبا وبيشتغل عليها بارا، كان السليفري جلاند. بس كنا بنقول احمد مش زي الحاج احمد، يعني السمباثيتك والبارا بيزودوا السكريشن بتاعت السليفري جلاند، ولكن اكيد السمباثيتك مش زي البارا سمباثيتك. بص يا اولاد، البارا سمباثيتك لو السمباثيتك بتاع ال 3 اف بتاع الفرايت والفايت والفلايت، فالبارا سمباثيتك بتاع الريست والانتخه، بتاع الريست والانتخه. وساعه الريست والانتخه يحلى قوي الهضم، يحلى قوي ايه الهضم. فالبارا سمباثيتك ده السيستم بتاع الهضم والحاجات اللي مش لطيفه، الحاجات اللي مش بنحبها هنقوله لما نيجي نتكلم عليه. اي حاجه ما بتحبهاش، اي حاجه مش مستلطفها، يبقى الباراسمباثيتك يعملها. ماشي، فالباراسمباثيتك ده سيستم اوف ريستنج. فالسليفري اللي هيزيد بالسمباثيتك، السمباثيتك بيهتم بالقيمه وليست الكميه، السمباثيتك بيهتم بالقيمه. سيستم محترم قوي، نظيف قوي، ابن ناس قوي السمباثيتك ده، بيهتم بالقيمه. يقول لك انا اعمل سليفري سكريشن اطلع لعاب كتير، ولا اطلع لعاب بكميه معقوله ولكن الانزيمز اللي فيه كتيره، يبقى كميه قليله ولكن مليانه انزايم، فبسميه تروفيك سكريشن او فيسد، يعني ما يعني اللعاب كده تحسه تقيل كده ومالي مركزه كده. ماشي، يبقى ده السليفري سكريشن بتاع السمباثيتك بيبقى نوعه تروفيك سكريشن. لكن بتاع الباراسمباثيتك، الباراسمباثيتك بيهتم بالكوانتيتي بالكميه اكتر، يقول لك لا 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 انا بتاع هضم ماليش دعوه، انا مالي ومال القيمه ومش القيمه وكلام التنميه البشريه ده. الباراسمباثيتك يقول لك انا هطلع كميه كبيره ولكنها بورن انزايم، ما فيهاش انزايمز كتيره، فاغلبيه البتاع ده بيبقى ميه، اغلبيه السكريشن بيبقى ميه، فيقول لك ان هو ووتري سكريشن، ميمي كده، اللعاب بيبقى ايه ميه اكتر يعني. فالسمباثيتك بيهتم بالقيمه وليست الكميه، الباراسمباثيتك يهتم بالكميه وليست القيمه. فالسليفري سكريشن بتاع السمباثيتك الاثنين بيزودوا، بس السليفري سكريشن بتاع السمباثيتك بيبقى نوعه تروفيك، وده احسن سؤال يجي ام سي كيو. تمام كده، كلام جميل. يبقى سمباثيتك تو هيد ونك، عرفنا الاوريجن، عرفنا الريلي، عرفنا الفانكشن، ثلاثه في العين، ثلاثه في السكن، وسليفري جلاند. وكده نبقى خلصنا حاجه اسمها سمباثيتك تو هيد ونك. تعالى اكلمك على مرض بالمناسبه يعني، ولا نخليه في فيديو تاني؟ لا تعالى نتكلم عليه ونخلص منه. حاجه اسمها هورنر سيندروم. حاجه اسمها ايه يا ولاد؟ هورنر سيندروم. قال لك والله لو حصل ليجن، ليجن تو سيمبا تو هيد اند نك، لو حصل ليجن يا ولاد في التغذيه العصبيه بتاعت السمباثيتك للهيد ونك، بيحصل سندروم متلازمه من الاعراض، متلازمه من الاعراض اسمها هورنر سندروم، باسم العالم اللي اكتشفها يعني، هورنرز سندروم. حلو كده، ايه اللي بيحصل في الهورنر سندروم؟ قال لك يا عم الحاج حصل ليجن للسمباثيتك للهيد ونك، طب شوف السمباثيتك للهيد ونك، للهيد ونك كان بيعمل ايه؟ واعكسه، يبقى ده اللي هيعمله هورنر سندروم. انا قلت لك ان السمباثيتك في الهيد والنك كان بيوسع البيوبل، صح؟ قلت لك انه بيوسع البيوبل، وبيوسع دي اسمها ميدرييزس، قلت لك احفظها يعني يا ريت. تمام، ليه؟ لان فورنر سيندروم قال لك اول عرض من اعراضه هو مايوزس. ايه بقى مايوزس؟ السمباثيتك كان بيوسع البيوبل، طب العضله بتاعته اتشلت لان السمباثيتك ما عادش بيروح ليه، يعني السمباثيتك نفسه حصل فيه ليجن، فالعضله اللي كانت بتوسع العين ما عادتش شغاله، فالعين البؤبؤ بتاع العين دلوقتي هيضيق، دي اسمها مايوزس، يبقى يحصل كونستريكشن للبيوبل. تاني حاجه، السمباثيتك كان بيشد الليدز، الجفون بتاعتك كان بيعمل ليد ريتراكشن، صح كده؟ هيحصل توزس، البي سايلنت، توزس. يعني ايه توزس؟ بص يا اولاد، توزس يعني تقع. ايه؟ توزس يعني تقع. هي مين اللي تقع؟ تي تي اهو، تي وتي. مين اللي هتقع؟ الليدز، الجفون بتاعتك، جفونك تقع. ماشي، بص بقى هيقول لك ان اللي هتتشل السوبيريور تارزل، طب والانفيريور؟ ما الانفيريور تارزل هي كمان كان بيروح لها سمباثيتك يا عم الحاج. ماشي، بس الانفيريور تارزل بتروح ليه؟
او الانفيريور تارزل كده كده هتتشد لتحت بالجرافيتي، بتأثير الجاذبية هيشد جفنك اللي تحتاني صح؟ فما فيش مشكلة من جفنك التحتاني، المشكلة هتبقى في جفنك الفوقاني لما يقع فيعمل لي توزس. حلو كده؟ فلما تلاقي ان الشلل في السوبيريو تورزال، مش معنى كده الانفيريو تورزال هي كمان ما اتشلتش، اتشلت هي كمان، ولكن هي كده كده مشدودة بتأثير الجرافيتي، فالتأثير هيبقى واضح اكتر على مين؟ على السوبيريور تورزال. ماشي. طيب في العين، كان في الحيوانات كنت بقول لك بيحصل جحوظ للعين، حاجة اسمها اكزوفثالموس، تمام، عكسها اينوفثالموس. اينوفثالموس تمام كده. طيب مايوزس توزس. طيب كمان قلنا السمساتك كان بيدي السويت جلاند فبيعمل سويت سكريشن وبتاع، هيحصل عكس السويتنج، يعني مش هيبقى فيه سويتنج، فبسميها ان هايدروزس، يعني جفاف. ان بتنفي كلمه ايه، مقطع ايه او حرف الايه في الاول يا ولاد قبل اي حاجه، بينفي ان هايدروزس يعني مفيش ميه، يعني في جفاف. ماشي. مايوزس توزس ان هيدروزس انوفثالموس، واخر حاجه هي السمباثاتيك المفروض كان بيعمل ايه في البلاد فيزلز بتاعه السكن، فازو كونستريكشن صح كده، هيحصل فازو دايليتيشن. فتلاقي حضرتك ده وشك الجميل وده النك بتاعك. طيب بص يا ولاد، الليجن هيبقى فين؟ يعني هو يحصل له ليجن فين؟ قال لك بص يا سيدي، الليجن يا اما في الباس واي في التراكت نفسه، يعني في السمباثيك فايبر، يا اما الليجن هنا الفايبرز دي اتضربت يا ولاد صح كده، يا اما الليجن في السوبيريور سيرفايكال جانجلون نفسها. يبقى يا اما الليجن في السمباثيك في البري جانجلونيك فايبر، الفايبرز اللي طالعه دي في السيجمنتس يعني في السباينال كورد اول اتنين سيجمنتس، يا اما الليجن في مين، في السوبيريور سيرفايكال جانجل. اوكي، يا الليجن هنا يا الليجن هنا. طب حضرتك انا عندي واحده يمين واحده شمال، يعني عندي سوبيريور سيرفايكال جانجل يمين وواحده شمال صح كده، فقال لك والله على حسب الليجن فين نص الوش هيتضرب، يعني ده وشك اهو، الليجن هنا يبقى نص الوش ده اللي هيتضرب، طب لو الليجن هنا يبقى نص الوش ده اللي هيتضرب. طب هو ممكن يكون الليجن في الناحيتين، ممكن، بس ده يبقى فقر قوي، يعني احنا بنتكلم على واحد عمل حادثه فلقينا ان السوبيريو سيرفايكال جانجلون اليمين اتضربت حصل فيها ليجن، فخلاص يبقى الليجن ناحيه اليمين بس اوكي، لكن الشمال شغال. فالليجن بيبقى في نفس الناحيه اللي فيها سوري البتاع ده الافكت، الاثار بتاعت هورنر سندروم بتحصل في نفس الناحيه اللي بيحصل فيها الليجن، لو الليجن يمين، لو اللي اتضرب يمين، يبقى الافكت التاثير بتاعه او السندروم بتاعتي هتظهر يمين في نفس الناحيه اسمها ايبسي لاترال، في نفس الناحيه اسمها ايبسي لاترال، لكن لو في الناحيه التانية اسمها كونترا لاترال، يعني لو الليجن هنا في اليمين والاثار ظهرت في الشمال بسميها كونترا لاترال، لكن في هورنر سندروم الليجن يمين يبقى الاثار تظهر يمين فبسميها ايبسي لاترال. حلو كده، ده بالنسبه لحاجه اسمها ايه، هورنر سيندروم. يبقى الاعراض بتاعه هورنر سيندروم سؤال روتين مهم جدا 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 وبيتكرر في كل الامتحانات تقريبا، هورنر سيندروم. ماشي. هو ليجن سمساتك الهيد والنك، الاعراض بتاعتك مايوزس توزس ان هيدروزس انوفثالموس فازو دايلاتيشن، وكده نبقى خلصنا سمساتك تو هيد ونك.